وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من روما خالد شخير مراسل القاهرة الإخبارية. خالد، بعد التحية، يعني ما أهم ما تضمنه البيان الختامي لمؤتمر الهجرة الذي استضافته العاصمة الإيطالية؟ نعم خيري، بعد التحية، التعاون الدولي محاربة الهجرة غير الشرعية وشبكات الاتجار في البشر، أيضا تقديم المساعدات والدعم للدول التي تأتي من خلالها هذه الهجرة غير المنظمة، وأيضا تقديم كل سبل التعاون الأمني والقضائي لهذه الدول. المؤتمر كان تحت عنوان الهجرة والتنمية. اليوم هو مسار جديد، مسار روما. اختارت رئيسة الوزراء ميلوني هذا العنوان ليكون مسار جديد، حيث جرت العادة أن تقوم أوروبا بفرض بعض من الحلول على جنوب المتوسط. اليوم كل ما نستطيع القول، نحن كنا متواجدين طوال هذا اليوم خلال بكاميرا القاهرة الإخبارية خلال متابعتنا للكلمات، سواء لكلمة ميلوني أو كلمات قادة ورؤساء حكومات دول جنوب المتوسط، الجميع يتحدث عن هذا النفع المتبادل، وأن الخطاب اليوم، خطاب ميلوني، كان أكثر عقلانية ولم يكن متعجرفا كما جرت العادة من قادة القادة الأوروبيين في فرض بعض الحلول على هذه الدولة أو تلك. التنمية ودعم الاقتصادات الإفريقية، ولهذا تحدثت ميلوني عن أنه الدول المانحة بعد انتهاء هذا الملف سيتم تنظيم هذا الأمر للحصول على نتيجة هامة جدا، ألا وهي منع الهجرة غير الشرعية أو التقليل من الأعداد، حيث زادت الأعداد خيري بنسبة تفوق 100% في خلال الفترة الأخيرة، ولهذا هناك استشعار للخطر. هل ميلوني تقوم بلعب دور فرنسا في الفترة القادمة، حيث أن جرت العادة أن تقوم فرنسا بفرض هذه الملفات؟ غابت فرنسا، ولكن أرسولا فون دير لاين ساهمت اليوم في إنجاح هذا المشروع، واعتبرت تقديم المساعدات لتونس هو نموذجا يمكن الاعتماد عليه في الفترة القادمة. خيري خالد، يعني إلى أي مدى يوجد توافق بين الدول المشاركة في المؤتمر بشأن ضرورة أن تواكب عملية مواجهة الهجرة غير الشرعية عملية تنموية وتعاون اقتصادي؟ يعني حضرتك حضرت المؤتمر، يعني هل هناك في خطوات فعلية للحل هذه المشكلة؟ الحقيقة خيري، كل ما نستطيع القول اليوم هو أن من خلال متابعتنا لهذا الملف، هو ملف الهجرة غير النظامية، الملف الجديد القديم الذي أحدث شرخا في العلاقات الأوروبية طارة بين فرنسا من جهة وبين إيطاليا، وطارة بين فرنسا وبريطانيا، وتغيرت من أجله عدة حكومات، بأن هناك استفاقة أوروبية يستشعرون الخطر، ولهذا في هذه الفترة ويوم الغد في منظمة الفاو هناك مؤتمر خاص بالأمن الغذائي، ونحن أيضا سنكون متواجدين في هذه الفترة. من خلال متابعتنا نستطيع القول أن اليوم حتى من خلال كلمات المتداخلين، سواء الرئيس الموريتاني أو الرئيس التونسي أو كلمة معالي رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي، جميع هذه الكلمات بتؤكد على أهمية التنمية، أهمية استشعار الخطر، أهمية إيجاد مخرج لهؤلاء الشباب حتى لا يسقطون في مصيدة التطرف والهجرة غير النظامية التي تؤرق بالتأكيد القارة الأوروبية. ولهذا ما نستطيع القول وأننا لمسناه هو أن اليد الأوروبية ممدودة وتركت الكرة في ملعب الدول الإفريقية وجنوب المتوسط، ولهذا كانت هناك حرص مشاركة كثير من الدول الأوروبية وسط غياب بعض من الدول الأوروبية وأيضا دول شرق أوسطية ودول خليجية. إذن العالم في مركب واحد، يبدو أننا أمام خروج أو شبه خروج من الأزمة، وهذا ما يمكن أن ننتظره في الأيام القليلة القادمة. هذا هو رهان مسار روما حسب ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية.
بالتأكيد خالد أن المؤتمر ينتظر أن يضبط اللقاء إن شاء الله لتزايد الهجرة غير الشرعية، بمعنى أن هذا المؤتمر حضره زعماء ورؤساء حكومات ومنظمات كبرى، أكيد سوف يكون لنتائج طيبة إن شاء الله. شكرا زميل خالد شخير مراسل القاهرة الإخبارية في روما، شكرا.